لا ان شاء الله اللهم على ولاية الوالد الحمد لله اليوم تعطينا الارقام تاعنا سواء للمرضى اللي راهم يتعالجوا على مستوى المركز فيما يخص الانكولوجيا ولا حتى المرضى اللي يتعالجوا خارج الولايه فيما يخص الاشعه. لذلك اليوم احنا راح عندنا 4400 مريض. هذه النسبه مقارنه بعدد السكان هي نسبه اقل من المعدل الوطني فيما يخص السرطان. هذا العمل البحث والوقاية أعطتنا أرقام اللي فيها نضبطوا معدل النشاط الموجود حاليا على مستوى المركز. أننا نتكفلوا بكل حالات خاضعة للتداوي بالعقاقير. فيما يخص التداوي بالأشعة أغلب السرطانات راح يتم التكفل بها على مستوى ذات المركز. في بعض السرطانات جد مستحصية ممكن راح نحتاجوا إلى مراكز جد مختصة متواجدة على مستوى المراكز الشفائية الجامعية لمواصلة هذا النشاط الخاص بالتداوي بالأشعة. تعتمد أولا على تنصيب العتاد، تعتمد على تكوين الأطر وعلى توفير كل المستلزمات من الرمال. لذلك نشوفوا احنا في هذه البرمجة الطبية نواكبوها كل 6 أشهر. نظن ان الطريقة اللي اتخذناها وراح نجسدوها اليوم كانت فعالة، بحيث اننا عدد المرضى الخاضعين اليوم للتداوي بالعقاقير الأونكولوجي اصبحت 3 مرات من البداية. اليوم طرقنا في تداوي الأشعة، بدينا ب 12 مريض في المنظومة الداخلية للمركز. العدد راح يتضاعف آخذين بعين الاعتبار الأرقام اللي راها عندنا واللي كما راكم شفتوا مضبوطة ضمن السجل الوطني الخاص بمرضى السرطان بولاية الوالد. كان فيه تدرج وهذا التدرج مدروس. إن شاء الله ما يجي نهاية السنة تكون أغلب النشاطات أدخلت، لأنه فيه نشاطات أخرى مثل البيولوجيا مثل الكيميوثيرابي مثل الجراحه السرطانيه. لان فيه تدرج راح نواكبوا هذه العمليه حتى ادخال كل النشاطات على مستوى ذات المركز.